بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في خدمة دروس، وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الكيمياء، وموضوع الدرس هو تحديد أعداد التأكسد. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر النيك. سنتعلم اليوم: واحد، نشرح قواعد تحديد أعداد التأكسد. اثنين، نحدد عدد التأكسد لعنصر في مركب. ثلاثة، نفسر تفاعلات الأكسدة والاختزال من حيث التغير في حالة التأكسد. نوضح مفهوم الأيونات المتفرجة في الرابع. ونبدأ الآن: ما هو عدد التأكسد؟ وهل يمكن تحديده لأي عنصر؟ طبعا مر معنا تعريف عدد التأكسد. نعم، هو عدد الإلكترونات التي يكتسبها أو يفقدها أو يشارك بها ذرة العنصر عندما تدخل في التفاعل الكيميائي. إذن هو عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة أو التي تشارك بها ذرات العناصر عند الدخول في التفاعلات الكيميائية. وكما نرى الآن عندنا مركب من كلور والصوديوم اللي هو كلوريد الصوديوم ملح الطعام، دخلت ذرة الصوديوم وتفاعلت مع الكلور وكون مركب كلوريد الصوديوم. الصوديوم فقد الإلكترون والكلور كسب الإلكترون وكون هذه الرابطة. عدد التأكسد هو الذي فقده، نقول موجب واحد، والذي كسبه سالب واحد. هذه هي أعداد التأكسد. هل يمكن تحديده؟ نعم، يمكن تحديد أعداد التأكسد العناصر بناء على عدد إلكترونات مجالها الخارجي، عدد مجالها الخارجي، وبعض القواعد سنرتبها بعد قليل. قواعد هامة لتحديد أعداد التأكسد للعناصر: واحد، عدد تأكسد الذرة غير المتحدة بعناصر أخرى يساوي صفر، يعني ذرة لوحدها لم تتحد بغيرها صفر، أيا كان عدد الذرات المجتمع من هذا العنصر. فمثلا الـ NA ذرة واحدة، هنا الألمنيوم ذرة واحدة، الكلور ذرتان، والأكسجين ذرتان. نقول أن عدد التأكسد لكل كل هذه الرموز يساوي صفر للصوديوم، صفر للألمنيوم، صفر للكلور، صفر للأكسجين. لاحظوا لا يوجد شحنات، إذن هذه ذرات لأنها من عنصر واحد أولا ولا يوجد عليها شحنات، إذن عدد التأكسد يساوي صفر لكل هذه العناصر. جميع العناصر السابقة غير متحدة مع أي عناصر أخرى فعدد تأكسدها يساوي صفر، ولكن فيما لو اتحدت هذه العناصر مع ذرات أخرى فسيتغير عدد الأكسدة عن الصفر، يعني هنا لأنها لوحدها فهي صفر. أما فيما لو اتحدت مع غيرها، مثل عندما يتحد الكلور مع الصوديوم، لاحظوا هنا صفر وهنا صفر، عدد تأكسد الكلور صفر وعدد تأكسد الصوديوم صفر. أما هنا فعدد التأكسد لأنه أصبح اتحاد بين الصوديوم والكلور، أصبح الصوديوم موجب واحد والكلور سالب واحد. هنا الأكسجين صفر وهنا أصبح سالب اثنين لأنه أصبح متحدا مع الهيدروجين. فإذا اتحدت العناصر مع بعضها سيتغير القاعدة الأولى. أما لو كانت العناصر منفردة بهذا الشكل فعدد التأكسد يساوي صفر. هذه هي القاعدة الأولى، وهي قاعدة ليس لها استثناءات. من القواعد الأخرى: عدد تأكسد الأيون الأحادي الذرة، يعني إذا كان من عنصر واحد، يساوي شحنته كما ونوعا. أيون أحادي يعني من ذرة واحدة كما مر معنا قبل قليل. لاحظوا الآن هنا الصوديوم ذرة واحدة لكن عندها شحنة موجبة، فنقول هذا أيون موجب وعدد تأكسد موجب واحد. الكالسيوم
ايون لانه يحمل شحنه موجبه ثنائيه، فنقول عدد التاكسد موجب 2. الكلوريد عدد التاكسد سالب 1. الكبريت عدد التاكسد سالب 2. فعدد التاكسد للايون لاحظوا عنصر واحد فقط، فعدد التاكسد يساوي الشحنه كما ونوعا. 3. عدد تأكسد الذرة الأكثر كهروسالبية في الجزيئي أو الأيوني المعقد هي نفسها التي سيكون عليها كما لو كان أيونا. الأكثر كهروسالبية لن يتغير. فمثلا النيتروجين أعلى من الهيدروجين في الكهروسالبية، ولهذا سنقول أنه أيون النيتروجين طبعا ثلاثي سالب سيبقى أيضا ثلاثي سالب النيتروجين، لأنه أكثر سالبية كهربائية أو كهروسالبية، ولأنه أيونه سالب ثلاثة إذن سيكون عدد التأكسد له سالب 3. القاعدة الرابعة وهي أيضا ثابتة وليس لها استثناء، عدد تأكسد العنصر الفلور اللي هو أعلى العناصر كهروسالبية دائما سالب 1 عندما يكون في مركب، أي عندما يرتبط بأي عنصر الفلور دائما سالب 1 في كل مركباته، سواء كان هذا المركب أيون متعدد أو جزيء متعادل. فمثلا الIF هذا مركب، MgF2 مركب، CF4 أيضا مركب. الاختلافات هنا في عدد ذرات الفلور المشتركة في الجزيء، هنا 1 وهنا 2 وهنا 4، هذه لا تؤثر على عدد التأكسد للفلور، فالذرة الواحدة عدد تأكسدها نقول سالب 1، هذه الذرة تصير موجب 1 اللي جنبها، الفلور سالب 1، لكن عندي ذرتين فنقول 2 في سالب 1 سالب 2، إذن هذه لابد تكون موجب 2. هنا الفلور في الجزيء هذا أيضا سالب 1، طيب الذرة الأخرى كم ستكون؟ 4 في سالب 1 لازم يكون موجب 4 حتى يكون مجموع 0. لاحظوا في كل الحالات الذرة الواحدة بالنسبة للفلور عدد تأكسدها سالب 1. نجي للأكسجين، وهنا تبدأ الاستثناءات، عدد تأكسد الأكسجين في كل مركباته دائما يساوي سالب 2، ولكن له استثناءات. لاحظوا هنا عدد تأكسد الأكسجين سالب 2، إذا الهيدروجين حتى يكون 2 لابد يكون هنا موجب 1، الأكسجين هنا أيضا سالب 2، والكل 3 في سالب 2 للأكسجين، الكل 6 بالسالب، سالب 6. ولكن عندنا استثناءات للأكسجين وهي حالات شاذة للأكسجين. الحالة الأولى أن يكون عدد تأكسده سالب 1 وذلك في حالة فوق الأكاسيد، والحالة الثانية عندما يرتبط بالفلور لوحدهما يصبح بدل سالب 2 موجب 1. إذن استثناءات الأكسجين يستثنى في حالتين، في فوق الأكاسيد يصبح بدل سالب 2 سالب 1، ومع الفلور ولوحدهما أيضا يكون موجب 1 بدل سالب 2، لأن الفلور أعلى منه سالبية، السبب لأن الفلور أعلى منه في السالبية. طيب ما هو فوق الأكسيد؟ هو أن يتحد الأكسجين بذرة واحدة، نوع واحد من الذرات مثل H، ويكون الأكسجين ذرتين والذرة الأخرى ذرتين H2O2 Na2O2، يعني لابد يكون العنصر الأكسجين ذرتين والعنصر الآخر ذرتين ولوحدهما ما معهم عنصر ثالث. في هذه الحالة نسميه فوق الأكسيد، وفي هذه الحالة سيتحول عدد الأكسدة من سالب 2 إلى سالب 1. الحالة الأخرى مع الفلور ويكونان لوحدهما، شرطا يكون لوحدهما، في هذه الحالة
يتحول عدد الأكسدة من نعم من سالب 2 إلى موجب 1. من سالب 2 إلى موجب 1. القاعدة السادسة للهيدروجين، عدد تأكسد الهيدروجين في كل مركباته موجب 1، ويستثنى في حالة واحدة الهيدريدات، وهي المركبات الناتجة عندما يتحد الهيدروجين مع عناصر المجموعة الأولى الصوديوم البوتاسيوم الليثيوم أو عناصر المجموعة الثانية المغنيسيوم الكالسيوم أو مع الألمنيوم. في هذه الحالة يتحول من موجب 1 إلى سالب 1. لاحظ هنا مع الصوديوم يصبح بدل موجب 1 يصبح سالب 1. القاعدة السابعة، بالنسبة للمجموعة الأولى والثانية والألمنيوم فإن عدد تأكسدها يساوي عدد الإلكترونات في مجالها الخارجي. والمجموعة الأولى يوجد في غلافها الخارجي كم؟ مجالها الخارجي نعم إلكترون واحد، فتصبح موجب 1، والثانية موجب 2، والألمنيوم موجب 3. بهذا الشكل في كل مركباتها يصبح الصوديوم موجب 1 والكالسيوم موجب 2 والألمنيوم موجب 3. ولهذا لأنها ثابتة هي لا تتغير، أصبح الهيدروجين عندما يأتي معها يتحول من موجب إلى سالب. القاعدة الثامنة، مجموع أعداد التأكسد في المركبات المتعادلة يساوي صفر. لاحظوا الكالسيوم مع 2 من البروم المجموع لازم يساوي صفر، فعدد التأكسد للكالسيوم زائد 2 في عدد التأكسد للبروم لابد يكون المجموع صفر. هنا عدد التأكسد للهيدروجين زائد عدد التأكسد للنيتروجين زائد 3 في عدد التأكسد اللي هو للأكسجين لابد يكون المجموع صفر. مجموع أعداد تأكسد المجموعات الذرية للأيونات العديدة الذرات يساوي شحنة المجموعة كما ونوعا. يعني إذا كان عندي أيون لكنه متكون من عدد مختلف من الذرات، في هذه الحالة المجموع يساوي صفر. فمثلا NO3 مكون من النيتروجين وثلاثة من الأكسجين، فمجموعهم لازم يساوي سالب 1 لأن شحنتهم سالب 1. والكربون مع 3 من الأكسجين لازم مجموعهم يساوي سالب 2. الفسفور وأربعة من الأكسجين لابد يكون مجموعهم سالب 3، والنيتروجين وأربعة من الهيدروجين لابد يكون مجموعهم يساوي موجب 1. نأخذ الآن تدريب ونحله مع بعض. استخدم قواعد تحديد أعداد التأكسد لحساب عدد التأكسد لكل عنصر في مركب كلورات البوتاسيوم KClO3 وفي أيون الكبريتيت SO3 سالب 2. نبدأ بالمركب الأول لكلورات البوتاسيوم، والمجهول فيها هو الكلور. القاعدة تقول أنه هذا مركب متعادل، فمجموع أعداد التأكسد لكل الذرات ممتاز يساوي صفر. إذن عدد التأكسد للبوتاسيوم زائد عدد التأكسد للكلور زائد 3 زائد 3 لاحظوا من وين جت الثلاثة، 3 في عدد التأكسد للأكسجين لابد يكون مجموع هذا يساوي صفر. بعد ذلك نعوض عن المعروف، طبعا المعروف الكي في عناصر المجموعة الأولى موجب 1، والكلور مجهول، والأكسجين كم؟ نعم سالب 2 مضروب في 3، المجموع هنا لازم يساوي صفر. إذن 3 في سالب 2 سالب 6، إذن تصبح المعادلة موجب 1 زائد عدد تأكسد الكلور ناقص 6 يساوي صفر. ننقل الأرقام في جهة الأخرى فتصبح بدل سالب 6 تصبح هنا موجب 6، وهذا سالب 1 ننقله يصير عفوا موجب 1 ننقل يصير سالب 1. إذا موجب 6 وسالب 1 إذا معناته أنه عدد تأكسد الكلور يساوي 5، لأن 6 ناقص 1 يساوي 5. المثال الآخر،
SO3 سالب 2. طبعا هذا أيون متعدد، والقاعدة تقول أن عدد تأكسد الكبريت زائد، نعم، 3 في عدد تأكسد الأكسجين، المجموع لازم يساوي، نعم، سالب 2. نعوض على الأكسجين كم؟ ممتاز، سالب 2. إذن عدد تأكسد للكبريت زائد 3 ضرب سالب 2، سالب 2 ليست هذه وإنما عدد تأكسد الأكسجين المعروف، المجموع لازم يساوي سالب 2. نضرب الآن، إذن عدد تأكسد الكبريت زائد ناقص 6 يساوي سالب 2، ننقل سالب 6 في الجهة الأخرى تصبح بالموجب، إذن عدد تأكسد للكبريت يساوي 6 مطروحا منها 2، إذن عدد تأكسد للكبريت يساوي موجب 4. تدريب رقم 2، حدد عدد تأكسد العنصر الملون بالأحمر في الصيغة التالية اللي A و B و C، سنأخذها تباعا، نبدأ بA مع بعض. نوع الرمز، نعم، مركب متعادل، إذا المجموع لازم يساوي، ممتاز، لازم يساوي 0. إذا عدد تأكسد الصوديوم زائد عدد تأكسد الكلور زائد، نعم، 4 في عدد تأكسد الأكسجين، المجموع لازم يساوي 0. نعوض، الصوديوم موجب 1، الكلور مجهول، الأكسجين سالب 2 مضروب في 4، والمجموع لازم يساوي 0. إذا موجب 1 وعدد تأكسد للكلور و4 في سالب 2 سالب 8 يساوي 0، ننقل سالب 8 في الجهة الأخرى تصبح بالموجب، والموجب 1 ننقل في الجهة الأخرى يصبح سالب، إذا يطلع عدد تأكسد الكلور يساوي 8 مطروحا منها 1، إذا يساوي عدد تأكسد الكلور يساوي موجب 7. المثال الثاني، ASO4 سالب 3، هنا نقول أنه يوجد لدينا، نعم، أيون متعدد والمجموع لازم يساوي، ممتاز، لازم يساوي سالب 3. إذا نقول عدد تأكسد للمادة AS مضافا إليها، ممتاز، 4 ضرب عدد تأكسد الأكسجين، المجموع لازم يساوي، ممتاز، سالب 3. عدد تأكسد الأكسجين للأكسجين يساوي، نعم، سالب 2. إذا عدد تأكسد للAS مضافا إليه 4 ضرب سالب 2 لازم يساوي سالب 3، سالب 2 في 4 يطلع سالب 8، إذن عدد تأكسد للAS مطروحا منه 8 يساوي سالب 3، ننقل سالب 8 في الجهة الأخرى تصبح موجب، إذن عدد تأكسد للAS يساوي 8 مطروحا منها 3، إذن عدد تأكسد للAS يساوي موجب 5. C ALPO4 طبعا هذا يمثل، نعم، مركب متعادل، إذا المجموع لازم يساوي، ممتاز، 0. إذا عدد تأكسد للAL زائد عدد تأكسد للفسفور زائد 4 في عدد تأكسد الأكسجين، المجموع لازم يساوي 0. الألمنيوم في المجموعة الثالثة إذا موجب 3، الفسفور مجهول، والأكسجين سالب 2، إذا 4 في سالب 2 المجموع لازم يساوي 0. إذا موجب 3 زائد عدد تأكسد الفسفور مطروحا منه 8، إذا يطلع في الأخير الجواب أنه إن عدد تأكسد الفسفور يساوي 8 ناقص 3، وننقلها في الجهة الأخرى لازم يساوي 0. إذا عدد تأكسد للفسفور لما ننقل سالب 8 في الجهة الأخرى تصبح موجب، والموجب 3 يصبح سالب، إذا 8 ناقص 3، إذا عدد تأكسد الفسفور يساوي موجب 5. كيف يمكن الربط بين تفاعلات الأكسدة والاختزال في التغير في عدد التأكسد؟ لاحظوا هذه معادلة، عندما نعرف أعداد التأكسد للعناصر في المواد المتفاعلة للجهة اليسرى والمواد في الجهة اليمنى سنعرف هل حصل تغير أم لا. إن حصل تغير، أيوة، إذا حصل تغير يوجد أكسدة واختزال، إذا لم يحصل تغير لا يوجد أكسدة واختزال. طبعا على حسب معلوماتنا اللي نعرفها، طبعا هذا مركب فالمجموع لازم يساوي 0، والمعروف أنه الكي موجب 1،
إذا ستصبح البي آر سالب واحد. طيب سي إل تو ممتاز صفر. طيب الكي والسي إل هنا، الكي موجب واحد والسي إل سالب واحد، والبي آر هنا نعم صفر لأنه عنصر. لاحظوا الكي ما تغير، البي آر تغير، إذا عندنا تغير في عدد أكسد، إذا عندنا تفاعل أكسدة واختزال. السي إل من صفر إلى سالب واحد. أيضا لاحظ الملاحظة ما هي؟ أنه البي آر من سالب واحد إلى صفر ماذا حصل لعدد التأكسد؟ زاد، والزيادة معناها أكسدة، زاد بمقدار واحد، إذا عندنا تأكسد لأنه من سالب واحد إلى صفر مع أنه زاد رقم واحد، إذا هذه أكسدة، إذا حصل على البروم أكسدة. لاحظ الكلور من صفر إلى سالب واحد التغير نقص، والنقص معناه اختزال، والفرق واحد. إذن عدد التأكسد هنا التغير سالب واحد، إذن اختزال لأنه نقص عدد التأكسد، وهنا زاد عدد التأكسد، إذن هذه أكسدة. إذن العنصر الذي يتغير عدد التأكسد له بالزيادة يحصل عليه أكسدة، والعنصر الذي يتغير عدد الأكسدة بالنقص يحصل عليه اختزال كما تشاهدون من المعادلة. طيب والبوتاسيوم نعم لا يتغير في عدد التأكسد، لا يتغير عدد التأكسد له، إذن الأكسدة والاختزال حصلت على الذي حصل عليه تغير في عدد الأكسدة. ماذا يحدث للذرات في تفاعل الأكسدة والاختزال؟ طبعا لاحظ Fe زائد 2Ag موجب يعطيني Fe موجب 2 زائد 2Ag. هذه الآن ذرات قبل وذرات بعد. لاحظ الـ Fe ماذا حصل له في تفاعل الأكسدة والاختزال؟ ماذا حصل لعدد الأكسدة؟ كان صفرا، عنصر صفر وأصبح موجب 2. ماذا حصل لعدد الأكسدة؟ زاد. نجي الـ Ag كان موجب 1 وأصبح صفر، إذا نقص عدد الأكسدة. إذن عندما تتأكسد الذرة يزداد عدد التأكسد. لاحظ الـ Fe، طبعا أخذنا سابقا أنه إذا حصل أكسدة فقد الإلكترونات. لاحظ الـ Fe تحول من Fe إلى Fe موجب 2 وفقد 2 من الإلكترونات، لأنه من 0 إلى موجب 2 يعني فقد الإلكترونين. ليش قلنا فقد؟ لأنه حصل زيادة في عدد الأكسدة. إذن الأكسدة لما نتكلم عن الأكسدة يجب أن يتبادر لديني ثلاثة معاني: الزيادة في عدد الأكسدة، الزيادة في عدد الأكسدة، ونزاد من صفر إلى موجب 2، فقد الإلكترونات. تصبح مع المواد الإلكترونات مع المواد الناتجة. ويرافق هذا أنه العنصر زاد عدد التأكسد له وفقد 2 من الإلكترونات لأنه من 0 إلى موجب 2. عندما تختزل الذرة يقل عدد التأكسد كما حصل للفضة، تحول من AG موجب إلى AG صفر، طبعا الفرق إلكترون واحد، فيكون مع المواد المتفاعلة، يكون مع المواد المتفاعلة، كسب إلكترون واحد، كسب الكترون واحد. إذن فقد الالكترونات أكسدة، الزيادة في عدد الالكترونات أكسدة، الالكترونات مع المواد الناتجة أكسدة، ثلاث أشياء. نجي الاختزال، النقص في عدد الأكسدة اختزال، كسب الالكترون اختزال، الالكترون مع المواد المتفاعلة اختزال، ثلاث أشياء. في المعادلة السابقة ماذا حصل للبوتاسيوم؟ قلنا أنه لم يتغير عدد، لم يتغير عدد الأكسدة له، إذن ماذا يسمى؟ نعم يسمى أيون متفرج. لاحظ البوتاسيوم لم يحصل كما قلنا سابقا، لم يحصل على التغير، كان موجب واحد وصار موجب واحد، إذن يسمى أيون متفرج لأنه لم يشترك في التفاعل، يسمى أيون متفرج لأنه لم يشترك في التفاعل. أي ذرة أي أو أي أيون عدد الأكسدة قبل التفاعل وبعد التفاعل هو نفسه، معناته أنه هذا أيون متفرج، هذا أيون متفرج. تدريب
عندما تتأكسد الذرة فإن عدد التأكسد يزداد يقل لا يتغير. نعم، التأكسد يزداد، التأكسد يزداد. حدد الذرة التي لم تدخل في التفاعل وتعتبر أيونا متفرجا في التفاعل التالي، هل البي آر أم الآي أم الإم جي؟ طبعا هنا الذي لم يتغير هو، نعم، الإم جي. الإم جي هنا بشكل سريع، الإم جي في المجموعة الثانية موجب 2، وهنا أيضا موجب 2. الآي سالب 1 في 2 سالب 2، وهنا 0، إذن حصل التغير في الآي 2. البي آر هنا 0 وهنا سالب 1 تغير، إذن الذي لم يتغير هو الإم جي. حدد عدد الأكسدة المنغنيز في الأيون MnO4 سالب. الاختيار الصحيح هو، طبعا هنا الأكسجين سالب 2 في 4 سالب 8 والمجموع سالب 1، لما تحل المعادلة لازم يكون المنغنيز، نعم، موجب 7، موجب 7. عندما تختزل الذرة فإن عدد التأكسد يزداد يقل لا يتغير، نعم يقل. أي المركبات التالية يتخذ النيتروجين عدد أكسدة يساوي موجب 5؟ الاختيار الصحيح هو، ممتاز، دال. كيف تم ذلك؟ طبعا الأكسجين هنا سالب 2، الأكسجين هنا سالب 2 في 5 سالب 10، فالانتو الثنتين لازم يكونون 10، لما نقسم على 2 يصبح الان 5، يصبح الان 5. تعلمنا اليوم تحديد أعداد التأكسد، ويعتمد عدد التأكسد على الإلكترونات المكتسبة والمفقودة والمشارك في أو المشاركة في تكوين الروابط. أخذنا حساب عدد التأكسد وقلنا عندنا عدد من القواعد ومن خلالها يمكن حساب عدد التأكسد لأي عنصر من خلال 9 قواعد هامة. ثم بعد ذلك أخذنا تأكسد الذرات وقلنا عندما تتأكسد الذرات يزيد عدد التأكسد، وعندما تختزل يقل عدد التأكسد. انتهى الدرس، أتمنى أن تستفيدوا. تستطيع التواصل ولمزيد من الدروس عبر هذه العناوين.